السلام عليكم، معكم بلال العباس. جيت معايا الجديد، انا اللي كنتسال على الكريمه، على المأذونيه ديال طنجه، مأذونيه اجره صغيره ديال طنجه. كنت لقيت جلاله الملك محمد السادس الله يحفظه الله يطوله في العمر في 2018 في رمضان، جا الحي ديالنا كسرارطة ودشني واحد زياره رسميه، وكنت قدمت له واحد رساله وشبره من عندي كاود جو، وكنت مشيت في حالي. وفي واحد اللحظه كنتفاجئ بالتليفون ديال المقدم كيصوني عليا تقريبا 11 ديال الليل. جا عندي حتى الحي ديالي مقدم وهزني وقال لي جي في يدك فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التوار، وجبتهم معايا وهزني من الحي ديالي المقدم ديال الحي ديالي وداني الولايه. داني الولايه طلعني الطبقه الثالثه، قدمني السلطات المعنيه، قالوا لي مرحبا تفضل. جلست، قدموا لي واحد الرابور عمرته، قالوا لي شنو المطلوب ديالك بعدا. قلت لهم المطلوب ديالي كنطلب شي لكريمه ديال طنجه صغيره. قال لي مرحبا تفضل. هو طبعا اخي بلال، بما انه معدل مع هذا الاستجواب هذا، الا ان لكريمه كاينه. اكيد اكيد اكيد، انا عندي الثقه باللي جلاله الملك محمد السادس راه تبلغ، ومسؤولين راه تبلغوا، مادام جا عندي المقدم ديال الحي راه وصلت الرساله ديالي، وملي قدموا لي هاد الخدمه الشريفه توصلت الولايه وطلعت من الطبقه الثالثه، ومقدم ديال الحي وصل لي السلطات المعنيه، عطوني واحد الرابور كان كتبت في مأذونيه اجره صغيره ديال طنجه. وقالوا لي، قال لي هنايا كتب اسمك، هنا اصلك، النمره ديال لاكارت هنايا تمضي. ولكن واحد اللحظه بغيت نصور داك الرابور اللي كتبت، ما خلوني شي. قلت له ماشي مشكل مرحبا، وقال لي اعطيني فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التوار عطيته لهم. قلت له زعما شنو غادي يوقع دابا؟ قال لي دابا حنايا حاليا غنعملوا الخدمه ديالنا ومشي وارتاح مع راسك. قلت له السلام عليكم. مشيت في حالي في 2018 كنت كنرجع تقريبا كل 15 يوم، كل 20 يوم كنرجع، ما كنتبلغ بحتى شي حاجه، ما كنجبر شي واحد يفتح لي الصدر ديالو. دازت 2018، دخلت 2019، كتبت رساله لسيد الوالي، تبلغ واحد موظف عادي، وعندي ديك الرساله اللي تبلغ بها السيد الوالي حتى هي عاوتاني لا يجيب احدا. دخلت 2020 بواحد الجائحه ترددت، دخلت 2021، دخلت 2021، كنقوم بعد حوار مع هذه مع الصحافه، وكنتفاجئ بواحد التليفون كيصوني لي بعد الحوار باشواقع مع القناه اشواقع. كنتفاجئ تقريبا شي يومين، عيط لي واحد الشخص مجهول الهويه، عيط لي بواحد النمره مكشوفه، عيط عليا قال لي تينا بلال العباس. قلت له مرحبا انا هو بلال العباس. قال لي تينا اللي كتسال على واحد الملف ديالك عالق في طنجه في الولايه. قلت له اياه. قال لي المهم الملف ديالك هو عندي، دابا عادي تجيب واحد جوج د المليون ديال السنتيم عاد تجيب باش تخلصها في دار الضرائب. قلت له الضريبه ديال الطاكسي. قلت له واخا ماشي مشكل، نشوف الاوراق ونطلع على الاوراق وتعطيني شي نسخه باش نقدر نسلم، نمشي للبنكة ناخذ شي كريدي، زعما راه ما عندي منين نطبق انا جوج مليون ديال السنتيم. ساعتك قال لي المهم، شكون قال لك في الاول يعني؟ قال لي واحد الاسم وتلف على المهم، تلف لي داك الاسم. المهم انا عندي النمره اللي عيط لي بها راه باقا محتفظ بها انا، وقال لي غدا ان شاء الله. دابا قال لي انا في الرباط، ملي كان كيهضر معايا قال لي انا دابا في الرباط والملف ديالك هو عندي. قلت له مرحبا واخا. قال لي غدا ان شاء الله مع الوحده تلقاني في الولايه الجهه ديال طنجه. قلت له مرحبا واخا. كان قال لي جي في يدك 4 ديال التوار وجي في يدك 2 مليون ديال السنتيم باش تخلص في دار الضرائب، انا عنطيك واحد الورقه
باش تمشي تخلص في دار الضرائب. قلت له وداش زعما جوج مليون؟ قال لي عاد تخلص في دار الضرائب باش ملي كتموت انت هنا الكريمه كترجع في السميه ديال وليداتك يعني كيورثوها. قلت له واخا ماشي مشكل، كيهضر معايا بواحد الطريقه اللغه ديال الاداره. المهم عيط عليا على غدا، عيط عليا قال لي واش نقرب لك الرانديفو ولا من بعد لك الرانديفو. قلت له صافي ماشي مشكل نقرب لي الرانديفو. قال لي المهم انا معك مع الوحده دابا، نعمل معك مع 12 حيت انا عندي واحد اجتماع فهمتي الساعه. قلت له واخا ماشي مشكل، مع 12 نجي من عندك. قال لي جي في يدك 4 ديال التوار وحاول ما امكن طبق يدك 2 مليون سنتيم، واذا ما عندكش 2 مليون سنتيم ولا تجيبي شي 1 مليون ونص مليون انا نهضر لك مع دار الضرائب باش يعملوا لي واحد التخفيضات باش كل شهر نبقى. وقال لي راه ملي غتخرج لك الكريمه كل شهر ساعه غتخلص واحد المبلغ في الشهر. قلت له واخا ماشي مشكل، حتى نجي ونشوف الاوراق ديالي ونشوف المسائل ديالي باش نقدمها من البنكه باش البنكه تقدر تعطيني واحد كريدي حيت انا ما عندي شي وانا على باب الله. المهم هو كان كيهضر معايا بواحد الطريقه استثنائيه، واحد الطريقه اللغه الخشب فهمتيني كيفاش، وعنده واحد اللغه ديال الاداره فهمتي، واحد الطريقه. المهم انا فرحت، انا واحد الطريقه انا فرحت. عيطت لواحد الخاوه ديالي قال لي مزيان هادشي هذا، 2 مليون ديال سنتيم نقدروا نطبقوها نشوفوا اوراق وما الوالا. كان نتفاجئ ملي على غدا ملي مشيت هذه الولايه كان عيط عليه في التليفون ما كيجاوبنيش، التليفون ديالو مطفي. واخا دخلت الباب ديال الولايه هضرت مع واحد المسؤول في الباب قال لي هادشي هذا اللي كتقولوا غريب. المهم قلت له الباب ديال المسؤول المطاع ديال الكريمات، قال لي دخل على الشمال وها هو تما يدخل نيشان بيرو الاخراني على الشمال. قلت له واخا دخلت بيرو الاخراني على الشمال. كان تفاجئ ما كاينه حتى شي حاجه. جبت واحد السيده تمايا واحد موظفه قلت لها اللي كاين واللي كاين زعما راه عيطوا عليا النمره. قلت لي شوف النمره ما تهضرليش عليها، هضر لي على الشخص، قول لي سميه الاصل، اذا كاينه شي حاجه انا ما عارفها شي ما نعرف، اما باش تقول لي هالنمره هذه راه ما. المهم كاينه الدحس ديال الناس ما تقبلتش مني ديك الهضره. المهم انا رجعت رجعت حالي بواحد اللحظه للدار ديالي بواحد اللحظه، واحد الحاله ديالي حاله يغتالها، واحد الحاله يغتالها محبوب. انا جاني بغى يستغل الظروف ديالي، بغى يصدني فهمتيني، وكنت اسف بزاف. كنقول البلاد ديالنا مزيانه وبلاد كتزدهر الامام وباقي بعد هاد الناس هادو كيعملوا هاد اليد الخفيه، لا حول ولا قوه الا بالله. زعما كنت اسف المهم الضمير ديالهم هاد اليد الخفيه. زعما انا كناشد جلاله الملك محمد السادس يشوف هذا الملف ديالي عن كتب، والله يطولوا في العمر. وسيدنا حنايا كنبغيوه بزاف من طنجه حتى الكويره، وانا كناشد السي الحموشي يشوف هذا الملف ديالي ويشوف هذا الراجل هذا اللي عيط عليا، حيت انا مشيت للبيت ديالي وفرحت معايا وليداتي، فرحت معايا الوالده ديالي. قلت لها غدا ان شاء الله نمشي للولايه. كنت فاجأ ما كاين حتى شي حاجه، عاود رجعت بحالي محبط للدار، عاود رجعت لهم واحد الخبر مؤسف للبيت ديالي، وبقى فيا الحال والوالده بقات فيها الحال ووليداتي بقى فيهم الحال وتعصبوا بزاف. انا متاكد ما يبخلش عليا جلاله الملك، وملي متاكد ما يبخلش عليا جلاله الملك ان هي خرجت. مادام عيط عليا داك الشخص وكان فتح واحد القوس هنايا، قال لي داك الشخص اللي عيط عليا قال لي ما تزيدش تعمل شي فيديو الملف ديالك هو معايا. اذا هو راه ملي انا عملت فيديو مع تسعود ابريل وطلونسا، وعملت فيديو الثاني مع قناه اش واقع فهمتيني، اذا راه معني اللي وقع له معايا شي هذا الفلاش هذا، او اللي استغل الظروف ديالي، او انا ما كنعني حتى شي شخص، ولكن انا في الخفاء كنفتش في التواصل الاجتماعي فشكون هذا الشخص هذا اللي دار لي هذه الكريمه هذه.
انا كنتمنى السي الحموشي يدور بهذا الملف هذا ويشوف هذا الشخص هذا شكون هذا اللي عيط عليا. وانا كنرفع له القبعه السي الحموشي علاش حيت كيعمل بعض الجهود رائعه للغايه. وكنرفع له القبعه وتحيات السي الحموشي. وكنتمنى من جلاله الملك يشوف لي الملف ديالي وانا عندي الثقه في الامن وعندي الثقه في جلاله الملك الله يحفظه الله يطوله في العمر. وحنايا بلد ديالنا عزيز علينا ونفتح واحد القوس كتجينا الغيره على البلد ديالنا. وكنسمعوا شي واحد كيهضر على البلد ديالنا كلام ساقط وكننبهه وكنقول له مع الشيطان هذه بلاد ديالنا مزيانه والناس كتمنى يرجعوا لبلادهم. وكنتمنى مهاجرين كيتمنوا كل عام يشوفوا بلادهم ويسطموا في البلاد ديالهم. ولا اله الا الله كاين بعض اللوبيين كنتمنى يقلبوا الضمير ديالهم في هذا الوطن ديالنا حيت الوطن ديالنا جميل للغايه بزاف بزاف بزاف. انا كنوجه رساله لهذا الشخص اللي استغل الظروف ديالي اللي دالي شي حاجه ديالي ما نسمحلوش في الدنيا وفي الاخره. وانا متاكد راه الرساله ديالي راه وصلت للسلطات المعنيه. مادام السلطات المعنيه عيطت عليا وطلبت مني فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التصاور اذا راه الرساله ديالي وصلت. وكنتمنى السلطات المعنيه تدور بالخدمه ديالها. وكنتمنى السي الحموشي يدور بهذا الملف ديالي ويشوف شكون هذا اللي عيط عليا حيت انا كنت في واحد الحاله يرثى لها ومشيت دقيت في ديك الباب ديال الاداره ورجعت بواحد الحاله هستيريه للبيت ديالي. علاش؟ حيت شفت واحد الحلم تحقق لي وشفت بزاف ديال الحاجات وكنت غنخدم معايا حتى الناس ونفتح واحد القوس. انا راه عندي بيرمي كونفيونس وباغي نخدم على راسي وما كرهتي انا هاد الكريمه عاجل ام قريب توصل لي. وكنتمنى الميساج ديالي يوصل للمسؤولين. خي بلال هاد الناس هادو اللي كيضحكوا على الناس فاخذ النمره ديالك واتصل بك باش يضحك عليك ولا باش يستغل لك شنو تقدر تقول؟ انا كنقول له واحد كلمه الله يهديك الله ينزل عليك خوف الله. اما انا ما نزبلش فيك وصافي حيت حنايا ولاد الناس وتربينا في الحي شعبي وتربينا في واحد العائله محترمه وتربينا ولاد الناس وحنايا ولاد الناس. وكنتمنى يألموا الضمير ديالهم بعض الاخوان. انا ما نقولش الشفاره ما نقولش شي كلام ساقط ولكن انا كنتمنى يألموا الضمير ديالهم والله يهديهم. شكرا الله يرحم والدك. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.